بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنتكلم عن شيء مهم جدا ولا ينتبه له الناس، وربما يعني أخرناه يعني في شهر رمضان لأنه ينفع في كل السنة، وننتهز هذه الفرصة يعني في شهر رمضان وضمن هذه الحلقات لكي يكون شيء متكامل. يعني كل الناس الآن ربما يضعون أسئلة وربما ينتظرون أشياء فلا يجدونها في هذا البرنامج، فنتمنى أن يكون متكامل، ولكن رغم ذلك فالكمال لله سبحانه وتعالى. فالصيام ك يعني حمية أثناء العلاج، وهذا شيء مهم جدا، لأن لما يروح الشخص إلى طبيب ويصف له دواء فيشتري الدواء ثم يبقى مع الدواء فقط، فهذا الدواء لا يمثل ربما إلا 30 أو 20% من العلاج، لا يمثل العلاج كله، ولكن يجب أن تضاف إلى أشياء أخرى كي يكون هذا العلاج صائبا وكي يكون ب100% إن شاء الله، أو علاج متكامل. فإذا تناولنا الدواء وبقينا على تناول السموم، لا يمكن لهذا الدواء أن يشفي هذا الشخص. إذا كان مرض جرثومي فنلاحظ أن الأطباء كلهم ينصحون بتناول الدواء قبل الوجبة. لماذا؟ لأن هناك انترفيرنس، يعني لما تأخذ دواء فربما هناك تكون أنزيمات أو تكون هناك بعض البروتينات المنحدرة من الحيوان أو تكون شحوم، فهي تعطل هذا الدواء في المعدة وربما يضيع نصفه أو ثلثه في المعدة، ثم لما يصل إلى الدم يصل بتركيز منخفض أو ربما لا يصل، أو يصل مع أشياء أخرى، يعني يكون الدم محمل بكثير من الأشياء من جملتها المضادات الحيوية أو الأدوية. فلماذا ينصح الطبيب بتناول الدواء قبل الوجبة ليصل إلى ليمر ويصل إلى الدم بسرعة، ثم يتبعه هذا الأكل الذي هو يزيد من قوة الجسم ويزيد كذلك في مناعة الجسم. الدواء الذي تشتريه بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية أمراض مزمنة أو أمراض طارئة أو أمراض عارضة، فلا بد من اتباع نظام غذائي، ويصعب اتباع هذا النظام الغذائي خارج شهر رمضان، لكن أثناء شهر رمضان هو يسهل الأمر. لماذا؟ لأن الشخص يكون صائما في النهار ثم في الليل، إذا التزم بنظام غذائي خفيف وشرب الماء ثم يتناول أدويته فهذا شيء جيد، يكون أحسن، لأن هناك أدوية يعطيها الطبيب حسب الوقت، يعني كل 6 ساعات أو كل 12 ساعة، خصوص بالنسبة لضبط بعض الهرمونات أو بالنسبة لدقات القلب أو بالنسبة حتى للسكري أو بالنسبة لأشياء، فهذه الأدوية يجب أن تؤخذ في وقت معين، ولكن هذا الوقت مهم نعم، ولكن كذلك ما يؤخذ مع هذا الدواء هو مهم أكثر، لأن إذا أخذ الشخص هذا الدواء وكانت هناك بعض الأملاح أو بعض الفيتامينات أو بعض المكونات الأخرى في الأكل فهي إما تزيد في العلاج وإما أن تنقص في العلاج على حسب المرض وعلى حسب الدواء. فرمضان كحمية هو طبعا عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر من هذه العبادة نستعمله لأغراض أخرى، لذلك العلماء يعددون المقاصد، فلا يتكلمون عن مقصد واحد وإنما يقولون مقاصد، مقاصد شرعية، مقاصد صحية، مقاصد اجتماعية، مقاصد يعني على مستوى مقاصد تربوية كذلك بالنسبة للأطفال وحتى بالنسبة للعائلة وبالنسبة للأقرباء وبالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج. فهذه المقاصد يعني من جملتها هذا الشيء، يعني من جملة المقاصد نجعل من رمضان كأداة مكملة للعلاج. وهناك يعني تجارب أجريت يعني في المغرب بالرباط مثلا، في المستشفى الجامعي السويسي بالرباط هناك بعض الأمراض التي عولجت بسهولة فائقة أثناء شهر رمضان، يعني أرجعوها الأطباء إلى شهر رمضان ثم أعطوا لهؤلاء الأشخاص أدوية أثناء شهر رمضان، وكان العلاج يعني 100% وكان العلاج بسهولة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ مثلا أن الأمراض المزمنة ومنها مثلا ارتفاع الضغط وبعض الأشخاص الذين أجروا عملية استئصال الغدة الدرقية أو أشياء من هذا القبيل فيتناولون يعني هذه الهرمونات بطريقة مستمرة وعلى طول الحياة، لأن الغدة الدرقية إذا استؤصلت فيجب أن يتناولوا على الأقل هذه الهرمونات التي تسوي دقات القلب والتي تسوي الجسم، وإلا لا فالإنسان لا يمكن أن ينهض في الصباح، فيكون من المستحيل. فالأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية إذا يعني
يتبعوا نظاما معينا أثناء شهر رمضان لما يكون الشخص صائم، ثم يتبع نظام غذائي جيد، يعني النظام الذي تكلمنا عنه، يعني يكون متكامل، يكون فيه حبوب، يكون فيه قطاني أو بقول، يكون فيه خضر وعلى الخضر كلها على أنواعها، يكون فيه حشائش، يكون فيه فواكه، يكون فواكه جافة وطرية، يعني اثنين، يكون فيه حبوب التي تكلمنا عنها، ومن الكتان، من الخردل، من حب الرشاد، منها الحبة السوداء، يعني من الحلبة، من هذه الأشياء كلها، يعني إذا كان نظام غذائي متكامل فكل المكونات ستجتمع مع هذا الدواء لتعطي مفعولها. بمعنى نأخذ مثل بسيط، الأشخاص الذين يتناولون أقراص يعني خفض الضغط، فإذا يعني توقفوا عن تناول اللحوم وأكثروا من الخضر المحملة بالبوتاسيوم، سيكون بوتاسيوم بتركيز مرتفع، واللحم الذي فيه دهون وشحوم هي التي تدخن الدم وتثقله ويعني تزيد في لزوجته، فيعني سيكون الدم خفيف مع النظام الغذائي النباتي، سيكون فيه بوتاسيوم. إذا تناول هذا الشخص الدواء، ربما يكون دواء نفسه بوتاسيوم، بعض الأقراص هي بوتاسيوم يعني تخفف الدم فقط، فسيحس يعني براحة تامة. وربما أثناء شهر رمضان الشخص إذا التزم بصيام كما ينبغي يعني بنظام نباتي، فربما لا يحتاج هذه الأقراص، يعني أقراص بوتاسيوم التي تخفض أو تحد من ارتفاع الضغط، لأن هذه الأقراص هي ضرورية، لأن ربما يصل هذا الضغط إلى 24 و25، ثم يصاب الشخص بشلل نصفي أو بجلطة دماغية وما إلى ذلك، أو حتى يعني مشكلة مستوى على 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 مستوى القلب والكلية، فيجب أن يحذر الناس هذه الأشياء. فنحن لا نقول لا يتناول الدواء، لكن يتناول الدواء مع نظام غذائي جيد ليس فيه سموم ومتكامل، يعني في أملاح جيدة وفي فيتامينات جيدة وألياف خشبية، ثم ليس فيه دسم وليس فيه كوليسترول وليس فيه ملح، مثلا الملح مثلا مثل الصوديوم، فيكون هذا الشيء يعني رمضان هنا يدخل كعامل مكمل أو كحمية أثناء العلاج، وليست مكمل يعني أثناء لما يكون شخص أثناء العلاج. بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون بعض العلاجات الثقيلة ومنها مثلا الأشعة أو يعني العلاج الكيماوي المصابين بالسرطان، يعني العلاج الكيماوي هذه، فهنا الطبيب ينصح هذا الشخص بأن يأكل جيد، بأن يأكل جيد، بأن يكون يأكل يعني غذاء أو طعام غني جدا. لماذا؟ لأن طبعا فهذه العلاجات هي علاجات سامة للجسم، لأن يلاحظ الناس أن تساقط الشعر لما يخضعوا للعلاج الكيماوي، فهي علاجات سامة، ولذلك يجب أن تكون مناعة الجسم مرتفعة وأن يأكل الجسم جيد. ربما يكون خطأ، لأن لما يكون شخص يأخذ علاج كيماوي ثم يأخذ سموم في التغذية، فهذا طبعا سيزيد في السرطان، سيصبح سرطان معمم. أما لما يكون غذاء طبيعي جيد ونباتي متكامل وفيه زيوت جيدة مثل زيت الزيتون وفي أشياء طيبة مع العلاج الكيماوي، مع المناعة ستكون جيدة والعلاج الكيماوي سيصل إلى الهدف. ولكن ليس لأن الشخص بصحة جيدة نعطيه حصص ثقيلة وكثيرة من العلاج الكيماوي، فيجب أن يعلم الطبيب ماذا يفعل في هذه الحالات. لكن يبقى رمضان، يعني الصيام يكبح وينقص من حدة التورمات السرطانية بالنسبة للذين لم يجروا عمليات جراحية بعد، ثم مع الصيام إذا كان النظام النباتي سليم وخالي من الشحوم والدهون الحيوانية وخالي من السكريات والمواد السامة، فهذا الشخص المصاب بسرطان سيحس يعني براحة تامة، وربما يكون العلاج إما بالجراحة أو بالعلاج الكيماوي سيكون علاج صائب. أما إذا بقي على السموم وبقي على الحالة النفسية المضطربة ثم أخذ علاج كيماوي أو هرموني أو بالأشعة، فربما لا يقضي هذا العلاج أكثر من 20 أو 30% على المرض. ولكن حالة النفسية جيدة والأكل جيد والنظام جيد والصيام أثناء شهر رمضان تكون النفسية على الأقل مرتفعة، وتكون نفسية متزنة، يعني لا يكون الشخص خائف أو شيء، لأن الإيمان يقوي هذه الشخصية، فيسهل العلاج. ويعني بعض العمليات أنا أقترح أن تكون بعض العمليات استئصال السرطانات تكون في رمضان أحسن، لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن النفسية تكون مرتفعة، والشخص لما يجري عملية ونفسيته جيدة فطبعا سيكون هناك العلاج بسهولة، وحتى العملية تمر في ظروف جيدة. ثانيا لأن النظام الغذائي أثناء شهر رمضان تكون نظام نقي وجيد وليس فيه سموم، ثم مع الصوم فربما هذه العملية أو هذا العلاج يكون في شهر رمضان أحسن. وحتى خارج شهر رمضان الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة ومقبلون على بعض العمليات الجراحية أو مقبلون على بعض العلاجات الثقيلة فيجب أن يصوموا. لما لا؟ لأن ربما يأخذ شخص أسبوع أو 5 أيام يصوم فيها، أو إذا لم يقدر على الصيام فعلى الأقل أن يلتزم بالجوع،
يعني يشرب ماء بكثرة ويلتزم بالجوع ويكون نظام نباتي محض، ثم يذهب لهذه العلاجات. وكل العلاجات ليس هذه فقط، لأن حتى العلاجات التي أخذ أصحابها كورتيكويدات مثل مرض بهجت أو من الأمراض الباطنية أو من الأمراض المناعية وما إلى ذلك، هذه يفيد فيها النظام النباتي والصوم. مرض بهجت إذا كان الناس يصومون يعني يومين أو ثلاث أيام في الأسبوع فلن يقع هناك أي مشكل، ولو أن الدم يتجمد أو يتخثر في الساقين أو ربما يتخثر على مستوى الدماغ فلا لا لن يكون هناك خطر إذا كانوا يصومون. لماذا؟ لأن الصيام يخفف الدم، وهذا الدم لما يخفف طبعا لا يكون هناك تجلط ولا يكون هناك تخثر ولا يكون هناك مشكل، يعني أمر بسيط. فعلاجات أخرى منها مثلا العلاجات الهرمونية، بعض النساء يعني يتبعن نظام معين لأن هناك خلل هرموني عند النساء، ورمضان يكمل هذا العلاج، وقد تكلمنا عن حلقة خصصنا للهرمونات. حتى ولو تناولت النساء هذه الأقراص فالصيام يجعل هذا العلاج صائب. إذا كانت المرأة لديها مشكل هرموني ولم تتمكن من ضبطه أثناء شهر رمضان فهذا شيء خطير جدا، لأن شهر رمضان هو يضبط الهرمونات 100%. يعني ليس إذا يعني كان صيام كما تكلمنا عدو، إذا كان صيام مراقب وصيام جيد وبعقل، يصوم الإنسان بعقل ويعرف ماذا يأكل، وأن لا يكون هناك تخوف من الجوع، وأن لا يتبع النصائح العوجاء، لأن هناك نصائح إن تنصح الناس بأكل اللحوم في رمضان وهذه نصيحة عوجاء، لأن رمضان جاء ليخفف من 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 من, من الزوائد وليحد من التورمات وليزيل هذه الشحوم، فلا يمكن أن تزيل هذه الشحوم وأنت تأكل شحوم ولحوم، يعني هذا أمر يعني بعين العقل لا غير مقبول وغير وارد. فرمضان يعني للعلاج، وكثير من الأمراض تعالج بسهولة أثناء شهر رمضان، يعني بتناول الأدوية طبعا، ورمضان يعني كحمية يعني تسهل وتسرع العلاج طبعا، لأن كما قلنا يكون الدم خفيف ويكون نظام نقي وتكون نفسية المريض مرتفعة جدا، وتشفى هذه الأمراض، وأغلبها الآن هي أمراض مستعصية ليس لها دواء، مثل الأمراض الباطنية، مثل الأمراض عند الأطفال، المرض التوحدي، ومثل مرض بهجت، ومثل مرض قولو، مرض كرون الذي يصيب الأمعاء، ومثل القولو العصبي، ومثل المعدة، ومثل أمراض القلب والشرايين، ومثل السرطانات، ومثل الحساسية، ومثل الرب، ومثل تساقط الشعر، ومثل الأمراض الجلدية، الصدفيات وما إلى ذلك. فهذه كلها أمراض الآن مستعصية، أغلبها يعالج إما بأدوية تخفف الدم، أمراض مثل أمراض القلب والشرايين، أو مثل أو كورتيكويدات بما في ذلك الصدفيات. فهذه الأشياء رمضان يعالج 50 يساعد أو يسرع العلاج بسرعة فائقة، وستتطلب وقت أقل وستكون المردودية أكثر، يعني إذا علم الناس كيف يتبعون هذا النظام. فطبعا حتى خارج رمضان الصوم يزيد في العلاج ويحسن العلاج ويسرع هذا العلاج. فتكون هذه النصيحة كذلك حتى للصيام عامة في رمضان وفي خارج رمضان، ونحن الآن في آخر رمضان، ويعني سننصح كذلك بالصيام خارج رمضان إن شاء الله في حلقة مقبلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.